السعادة تكون أملي وأملنا تكون هدف وأهدافنا تكون مراد أهدافنا تكون مراد بمرادنا نملأ الكون شموع بشموعنا حنشوف الحلم انت تسلم نحنا نسلم يسلم معاك كل الألم بكرة خوف ما يكون أمان حيكون أمان حيكون أمان بعده تسلم يا بدن بعده تسلم يا بدن. سليم في الشهر الكريم لكل السادة المشاهدين المشاهدونا، وسليم في الشهر الكريم شعار برنامجنا لرمضان في 2011، وسليم من سلامة البدن، وقلنا عايزين رمضان يكون فرصة لسلامة البدن. سليم من مجرن النيلين، وسليم من العراقة ومن الأصالة ومن طيبة سكان حي المجرن. حنعرف الكثير بلسان سكان المجرن، نمشي نشوف ونرجع نواصل تاني. طب لو قلنا لك وصف لنا كده ناس المجرن ديل، وصفوا لنا ناس المجرن ديل. ما شاء الله يعني تمام والله، عشرة جميلة، عمل الطيب ابراهيم جابر الله يرحمه، ناس والله العظيم. حس الحي ده بتعرفه؟ بعرفه. هاي الحي ده اسمه مصطفى، حي مصطفى. المصطفى مين ما انت جيت فتحته هو ساكن هنا؟ مين ما انا جيت فتحته هو ساكن هنا، يعني عشرة دي معاه كويسة وما شاء الله يعني عمل فطوري لنادينا هناك في البيت يعني زول. ازيك يا حاج؟ تمام. كيف صحتك؟ كويس؟ انت من سكان المجرد زمان؟ زمان زمان خالص كده كده. جد 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 يا سلام. كده كده عرفنا عن المجرد كده، عين الكاميرا كده ورينا المجرد دي. اول حاجة يعني بلد زراعية. ايوه. يعني الناس كلنا نتبع الزراعة. ما ناس بتاع الحكومة ولا كده، كلهم يعني مزارعين محلهم. محله مكان هناك في المقرن القديم. المقرن القديم كان في بندق خيرته. أيوة. سنة 46 الفيضان كسرنا. تعال بجاي كده. ايوه. سنة 46 الفيضان كسرنا. بعدين قعدنا حوالي سنة في التكسر ده، تاني قاموا وقالوا لنا هنا جينا هنا. والله ناس مزارعين. اصلا هم من وين ناس المغرن ديل اصلا؟ جو من وين؟ من بري توتي وكذا. ايوه. محس يعني؟ محس. والله المغرن سمع شديد جدا جدا، يعني الخرطوم ده كله اتبنى عليه وقاعد على امير الشيخ ده. ايوه. من زمن المراكب والحنطور. والحمد لله رب العالمين، والناس ماشيه في طريق المستقيم. كله من زمن اسهل، جانا من وجانا من وجانا. انت من وين اصلا جنسك؟ انا من المغرن هنا. اي من وين يعني؟ محس. محس الاصلي مره ثانيه. ايوه. اي انا ابقى لي توتي. توتي حافه المغرن. القوز. الرميله. العزاب. الحماداب. كلهم احنا اسره واحده. ايوه. قلعه الفتي حافه. كلهم اسره واحده. تجمعت وتفرقت العروق تفرقت. يا سلام. الحمد لله نحمد الله ونكون عبيد الشاكرين. شكرا. كل شيء بأمره. نحن مسيرين ما مخيرين. وصف لنا وصف لنا المجرد كده في الكاميرا. ناس كويسين مترابطين في أمن وأمان، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. في المجرن في معالم كثيرة جدا جدا جدا، بالرغم من أنه سكان المجرن يعني البيوت بتحت المجرن ما تامين حتى 90 بيت. المجرن في جامع المجرن، وفي المدارس المشهورة في المجرن، وفي حديقة البساتين، وفي المركز الصحي، وفي حاجات كثيرة من معالم المجرن المميزة. حنمشي نتعرف على كل معلم ونشوف خلفية عنه ونشوف تاريخ إنشاؤه. حيكلمونا سكان المجرن عن كل معلم من المعالم اللي بتميز حي المجرن. في الحال سلمك يبارك فيك. كيف صحة؟ الله يبارك فيك. الله يسلمك يبارك فيك. الله يسلمك. الله يبارك فيك. الله يسلمك. يلا ادونا فكرة كده عن المسجد، التسمية بتاعته وتاريخ إنشاؤه. من هو يتكلم لنا؟ تفضل. مسجد جمع الحلة اللي هي سنة 57. أيوة. جينا هنا سنة 57. ما كان في يعني، كان في أرض فاضية ساكت يعني. فبدينا عمنا أحمد منصور ده هو يعني
رجل متدين، وكان هو في المغرب القديم عندنا زاوية، وكان هو مسؤول من الزاوية دي يعني بيعلم الناس يعني التمثيل، يعني فوائده كانت كبيرة يعني. فلما جينا هنا عايزين يعني بدأ هو يجمع من كل حي من كل بيت 2 جنيه عشان يبني المسجد، وفعلا قد استطاع أنه لما الشيء الممكن يعمل المسجد باستعان عبد الحميد أبو القاسم اللي هو كان مهندس كان ساكن معانا في المغرب هنا، وهو اللي وضع الخرطة وقام المسجد بصورته القديمة يعني. أيوة. فلما يتسمى شنو طوالي؟ نعم؟ يتسمى شنو؟ لا مسجد المغرب بس مسجد المغرب مسجد حي المغرب مسجد حي المغرب يعني. من الفترة ديك لما الناس توسعت وبقى ضيق على الناس لأنه كان يعني ما كان واسع شديد، ف قلنا نغيره عشان نوسع المسجد. أيوة. حتى المساحه بتاعته ما كانت كده، المساحه ذاتها بتاعته كانت صغيره، واستطعنا اننا نوسع المساحه بتاعته عشان يكبر المسجد ذاته. أيوة. فعلا المسجد يعني ان شاء الله تتبنى عن طريق الرجل المحسن الديان حق ابراهيم، فجاء ويعني بدأ يبني في المسجد يعني لغاية ما ظهر على صورته الحقيقية حسب الموجودة يعني. يا سلام. شفنا الجامع، ومن الحاجات المميزة في كل حي إحنا نمشي له وبنشوف الجامع بيكون ملحق للجامع الخلوة، وملحق للخلوة مكان مخصص للأنشطة والشعائر الدينية اللي بتتم خلال فترة شهر رمضان، والجمعيات النسوية داخل الأحياء عندها دور كبير حتى في الجامع، بنلقى حلقات بتاعت ذكر، وبنلقى حلقات وأنشطة بتاعت الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي جمعيات تطوعية يعني مساندة لأهل الحي، ونوع من التكافل الاجتماعي. المقرن وجامع المقرن من الجوامع العريقة، وتاريخ إنشاؤه وفكرة كده عنه أدانا ليها سيد من سكان المقرن. حكانا واسمع غنانا، حكانا واسمع. طيب يلا هنا في شنو؟ هنا في الخلوه. ايوه الخلوه دي انشئت مع الجامع، اصبح مجمع في نفس التاريخ بتاع الجامع. لا بعد شويه بس. لكن يعني سميت مجمع مجمع الشهيد عاطفة يعني. ايوه. ويعني في الاول كان مسجد، لما بدأت الخلوه اصبح مجمع. مجمع يعني فيه مسجد وفيه خلوه. أيوة. أيوة. فيه مسجد وفيه خلوه ان شاء الله. ما في زيك يا بلد، غير ابن زادك يا بلد، خلف عقابك يا بلد. يتأسس 1943. يلا ادينا كده فكرة عنه. النادي طبعا يتأسس 1943. نادي المقرن طبعا هو من أعرق النوادي في الخرطوم. طبعا يتأسس 43، أسسته مجموعة يعني ناس قدام جدا خيرين. أول رئيس النادي كان عبد الرحيم. أيوة. عبد الرحيم. يلا تاني يستلموا الراية حسين علي، وطبعا الراية كان بين الضغط الناجي الجد معه مجموعة كبيرة، حسب الله ومصطفى علي جي معه ومجموعة كبيرة جدا. هسه وصل للدرجة ده هسه مسؤوله طبعا بحسك لجنة. النشاطات اللي فيه شنو؟ أي نشاط فوق بالله فوق طبعا كرة القدم. أيوة. فوق هو ده ميدان لله كرة الطائرة والباسكت. أيوة. فوق طبعا كرة البيج بونج. أيوة. بونج. وحتى فوق حضانة روضة. نادي المقرن الثقافي الاجتماعي الرياضي. تأسس 1943 من أعرق النوادي. وحسي نادي المقرن في الدرجة الثانية. الثانية 19 نقطة. أيوة. يعني الدوري إن شاء الله ماشيين على الأولى.
البزور المقرن لازم يزور البساتين، والبخش البساتين لازم يطلع بروح معنوية عالية من مناظر الطبيعة والزهور، وحتى استنشاق ريحة الورد الطبيعي والتمتع بالمناظر الجميلة. أنا شخصيا استمتعت جدا بمنظر الطبيعة ومنظر الورد، واستمتعت جدا ببساتين المقرن، وعايزة كمان السادة المشاهدين يستمتعوا معنا. ما في زيك يا بلد، تربنا زادك يا بلد، خلف عجابك يا بلد، تربنا زادك يا بلد، خلف عجابك لك سند. هنشوف سيدة من سيدات المقرن المميزات، وسيدة مثال للمرأة السودانية. هي من أوائل السيدات اللي تعلموا سواقة العربية، والحاجة الكويسة إن هي محتفظة لغاية تحسي بالعربية بتاعت القديمة الجديدة في نفس الوقت، وهي من أوائل الشخصيات ممكن تكاد تكون أول سودانية امتلكت سلاح للدفاع عن النفس. حنقيف في المحطة دي وحنعرف الكثير عن السيدة وعن الدور الإيجابي اللي لعبته في حي المقرن، وعن هي كيف بكل شجاعة استطاعت في وقتها إنها هي تسوق عربية وتمتلك مسدس محتفظة به ولغاية حسي. أولا مرحب بكم حبابكم عشرة حباب الشباب. طبعا أنا وقفت من السواقة تقريبا لي مما كبرت، أيوة. والبلد يعني في العربات والسواقين جاطب كده، وقفت الحكاية دي. الشوارع ذاته جاطب جاطب، وبعدين سايقين أولاد شباب وما بيعملوا أي اعتبار للكبير. تقيفهم تصويري ولا أضرب طوالي جمالان حشي طوالي بضرب. أول زول حيروح فيها المصور ده بس. قالوا أنتي أول واحدة دوكي رخصة بتاعت سلاح. سلاح ليه أنتي احتجتي للسلاح ليه زمان؟ أيوة أول احتجت للعربية ليه؟ أنا لما اشتغلت معلمة عمري 17 سنة، 17 سنة مرقت من قريتي. قريتك وين؟ كركوج. كركوج الفونج. طلعت جيت الجزيرة مدني، فكنت 44، وكان الكل طبعا الخواجات كانوا كلهم. بجي مدرسة بخش أشوف أفتشها وأشوف كيف ماشية، أخذ فيها زمن. لما أمره ألقى الراجل في العربية نايم تعبان، راجل كبير. الحكاية دي حزت في نفسي، جيت للخواجة قلت له والله أنا عايزة أسوق عربية براي. قال لي تعرف السواقة؟ قلت له ما بعرفها لكن ما بتعلم أي سواقة ما مشكلة. قال لي كويس خليه يعلموك ونمتحني. قلت له كويس. وليه؟ نايم. السواق ده ما مريحك نغيره؟ قلت له لا مش ما مريحين، انا ما مرتاحه لان الراجل ده راجل كبير وبلقاه تعبان ونايم في العربيه. اول ما سكت كده الناس ما استغربت في الشارع؟ ما هو الاستغراب ده جاء خلاني اجيب دي السلاح. بنبق في الجزيره دي كانت خلا. جيت هم كلهم ناس الجزيرة والحواشات ناس عرب، عرب ساي ناس الحلة يعني عرب الأحياء كده. وهنا لقيت وجوه غريبة شوية جاي من برا، جايين ليه للشغل طبعا من أفريقيا. ديل بيكونوا بيشتغلوا مما يشوفوني يرموا الحاجة اللي في يده ويقيفوا على حيله. أشوف المرة سايقة العربية المرة لا يقيفوا. الحكاية دي شوية دخلت في قلبه طبعا، وانت شباب. ايوه ولقيت نفسي انا ورطت رقبتي. المهم رجعت للخواجه قلت له والله انا داير سلاح. ليه؟ قلت له والله السلاح ده ما هو قانونه الواحد بيحمي به نفسه. ايوه طيب انت ما لك حد تعرض؟ قلت له لا ما في حد تعرضني، لكن انا بسوق في الخلا ولوحدي ممكن وانا مره. الله يطيب حديك. كتب لي طوال. ما في زيك يا بلد، تربنا زادك يا بلد،
خلى بعجابك يا بلد تربنا زادك يا بلد خلى بعجابك لك سند المجرن الصغير الكبير صغير بحجمه صغير بعدد السكان ولكن كبير بالثقافة الاجتماعية والثقافة العامة الموجودة فيه نتائج لوجود أجناس كثيرة مختلفة في حي المجرن فعندنا المحس وعندنا الجعليين لكن كلهم يعني بشكل أسرة واحدة والله من قمنا ومن يعني نشأنا نحن ديل أماتنا وديل أخواتنا وديل خالتنا والله العظيم نحن يموت لنا زول بنصحي أولادنا وأولاده وأنا أولاد ولدي والمدسر ولدي يمشي في الحفر للمغابر إن شاء الله الساعة 2 إن شاء الله الساعة 3 هم بيمشوا المغابر يشيلوا قواريق وأنا عاملة لي كشافة وعاملة لي جهاز فيه 150 متر للكهرباء شوف تاني يلا حنوطنا مجهزينه في بيوتنا كفننا مجهزينه جمعية بتاع رجال بتاع نساء الناس دي كلها باحتبارها كلها أسرة واحدة الحوش كبير والباب واحد تحصل لكم الواحد تحصل له اي حاجه بيلقاهم اقرب من ناس جوا معاه في البيت والله العظيم في المناسبات الحلوه في الاتراح وفي الافراح وفي اي حاجه في نجاح الطلبه في اي البيئه الحله كلها بتفرح ناس المقرن اهل بيقووا العين والظهر الكبير فيهم مهل والصغير فيهم منقصر ما قال سويت من بحل ناس المقرن تلوب ماسكين في دين المحبوب ما غارونا الهبوب بيخلوا الكافر يدوب ناس المجرم متكاتفين سوية للعشمان ايده الرخية وللعطشان عند الروية بفش الضيم والضنا وبسد في بدل الجنة ناس المجرم الكبار والصغار شايلين للحم والجمال كلامي فيهم صاح ما محال الله أكبر ناس المجرم قبيلة شيالين لا تقيلة وإن شاء الله أعمارهم طويلة ده سمحين بلا شكر أولاد المهرة من المهر للغريب ما بحملوا بقفلوا بالشمر وحاشة ما بجهدوا أما نساء المقرن نساء عريغات ونساء متكاتفات ونسوان خوات فيهن الحبيبة وفيهن المهندسة والطبيبة فيهن الربة أجيال وفيهن الطلعة أبطال فيهن الحملة البندقية وفيهن الساقة العربية أما المقرن حضارة والمقرن عراغة والمقرن أصالة والمقرن ملتقى النيلين حي المقرن الصغير الكبير صغير بحجم السكان وكبير بثقافته الاجتماعية وثقافته العريقة فيه قبائل كثيرة جدا وفيه أجناس مختلفة يتجمعوا ويتصاهروا وكونوا مجتمع صغير داخل مدينة المقرن جمعنا إلفة ضمانا ولفة جمعنا إلفة وضمانا ولفة لدد معانا وزيد عدد لك بنهتف يا بلد لك بنهتف يا بلد نحن ليك نحن بيكا نحن ليكا نحن بيكا الليلة وبكرة وللأبد الليلة وبكرة وللأبد لازم قبل ما نمشي المقرن ندخل بيت الضيافة ونتعلم وجبة صحية جديدة من أهلنا في المقرن عندنا طعام صحي سميناه جرجير المقرن والما اكل جرجير المقرن ما اكل تجيب لحمه وتسلقيها شوربه يعني عاديه بعد الشوربه طنجر بتقوم ترمي الجرجير معه ورطه بتاع بصل وشمار بعدين تفركهم فرك وتطعم طعامك العادي يعني سهل جدا وبسيط وبعدين تكب ريحه بتعطيك بسيط وبعدين ما بيزيد في البطن وبعدين فيها فيتامينات كثيره شديده طبعا الناس عارفين فوائد الجرجير اتفضل خش دالك ما كيف حالك كيف اتفضل خش دارك ما بيت كيف حالك كيف اتفضل خش دارك ما بيت بمزارك نورت الحتة وزي ما شايف بجيتك بقى حتى مذاق الونسة
خلاطيف اتفضل خش دالة مضيف. متعودين ناكل الجرجير في السلطة ومتعودين نستخدم الجرجير استخدامات جمالية للسيدات، والجرجير معروف يعني هو من الفيتامينات المهمة اللي بيحتوي على فيتامين سي وبيحتوي على عنصر الحديد المهم لكل الأشخاص، ولكن إنه الجرجير نعمل منه ملاح وكمان ناكله بالكسرة ده موضوع بيحتاج وقفة. هنعرف الكثير من أهلنا في بيت الضيافة في المقرن. مقرن مخدد بالجرجير غزة للكبير والصغير، والعارف هذا الجرجير ازرعه تحت السرير. مقرن منور ببرنامج سليم اللي بيطلع في الشهر الكريم. ملاح الجرجير إن شاء الله فايز غزة كامل للشباب والعجايز، والمسنين به صاروا عرايز. ملاح الجرجير يحلى الطعامه، يا ربي يفوز على الوراه والقدامه، والكاتب عجزة أغلامه، والكافر لو أكلوا يعلن إسلامه. اللحمة وبتسلقيها شوربة يعني عديد، بعد الشوربة طنجر بتقوم ترمي الجرجير معه ورطة بتاع بصل وشمار، بعدين يوم تفركه من فرك وتطعمه طعامك العادي يعني سهل جدا وبسيط، وبعدين تكون ريحة بتعطيه بسيط، وبعدين ما بيأذي في البطن، وبعدين فوقه فيتامينات كثيرة شديدة طبعا الناس عارفين فوق هذا الجرجير. وبالبصلة والبهار بعد ذاك بتنجد اللحمة بعد ما تستوي بنشيلها نشيلها في معه ونكون نضفنا الجرجير معه حبة من ورطة البصل ومعه حبة من الشمار الأخضر اللين، بعدين بنكب الشمار والجرجير والبصل ده في الشوربة. أيوة. ولا حبة كربونات شوية، بعد ذاك بنجيب طبعا المفراكة دي فركة بالمفراكة نسوي لك توم والتسابر والحاجات شفتي؟ ليش بنقدمه بالحبة الناس لا تمام جرجير تمام ده مقرن مقرن تمام جرجير تمام بين زارك نورت الحتة وزي ما شايف بجيتك بك حتى مذاق الونا سلاطيف اتفضل خش دارك مضيف. من المعالم المميزة في منطقة المقرن وجود أشخاص ليهم فترة طويلة وليهم دور اجتماعي بارز وواضح في حي المقرن، وإحنا كده بعد ما شفنا المعالم اللي بتميز حي المقرن مشينا الجامع ومشينا الخلوة ومشينا المدارس، حنخلي الصورة تتكلم. وفي قاعدة كده حميمة مع ناس المقرن وسيدات المقرن ورجال المقرن، عايزين نرجع لورا كده ونذكر الشخصيات الاجتماعية المهمة في المقرن ونعددها كده، زي مثلا الجزارين الخياطين التجار الكبار البيوت القديمة العريقة في المقرن. أنا طبعا من موارد المقرن، أبوي برضو ميسر بساطية من أقدم الترزية بتاع المقرن، يعني كان بخيط العقيدة البلدية جلاليب والعراريب والسراويل، كان بخيط عنده رئيس مار عبود وأولاده وفي المقرن برضو اسمه حسين زي ما قال اسمه حسين برضو كان بخيط عنده هو من دفعته. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا ليلى ميسر بساطية حق ياسر مواطنين المقرن العريقين من قمتة، لقيت أهلي دي كلهم مع بعض والحمد لله لقيت أبوي الله يرحمه ميسرة ترزي للمقرن، المقرن ده كل عام شمال يمين بشتغل عند أبوي ميسرة الله يرحمه، يعني حتى يعني أي يعني زول جاي حتى من الشرق من الغرب من السعودية من أبو ظبي من أي حتة كان بيجيبوا لأبوي دي يعني لا مش حقاتهم بيشتغلوا لهم بالسنة بيجوا يشيلون يمشوا. لما نجيب الخضار بحطه جنب الباب نشيله يودي السوق. يا سلام. ومعه خالتي زينب ومعه بشرية. والخضار فيه جرجير؟ فيه جرجير وفيه خضرة. طيب نشوف عزيزة عزيزة ما شاء الخضار ايش ليه جرجير؟ حاقوني ابتدال الجرجير ابتدال كل حاقوني. هو برا ولا بالله؟ انا دايل الجرجير بالله يقعد يحاقوني كلهم ثاني بيت بخجل منه ما بقول. طيب رايك شنو في ملاح الجرجير؟ بملح الجلدين تكوين. هو أخذ اللي سهل ويا ما كويس.
انت حسيت تعرفين كلهم يا عزيزه؟ ايوه كلهم. تدخلي وعرفيني عليهم. والدهم فيدي ام سلمه ابوها معانا قاعد معانا في المغرى ولدهم معانا هنا في المغرى قام روح عند المنعر رسوم دي جابوها لنا عروس. بعدين سجلنا ديل دي ادخل نحن فاتحين شباك وناكل سوا ونشرب سوا والناس سعاد. ايوه سعاد اللي انت معاه ولدي البكر ولدنا سوا سعاد الشباب الكبيره العجوزه. كان بخيت معانا عثمان حسين، حتى عثمان حسين قالوا مع صوت المكنه هو غني يعني زي العزف كده. وطبعا خيت لسلموا قلنا كلهم مخيط بلدي ومخيط فرنجي اي شيء كان مخيطه. وبعد ذاك ابوي كان احمد منصور ده زول خير يعني هنا كلهم هنا ابوي ده كانوا في الحكومه يعني المقرن ده جرى سيلس معنا سيلس سلموا الاراضي حتى المؤجرين كانوا هناك هنا في المقرن ما كانوا دايما يدوه يعني كان دانيل دو بس هنا ابوي مش اسمعني سهل قال لي كان مؤجر هناك ما يتحارب فعلا بابوي كانوا الدون كلهم المؤجرين برضه هنا اخذوا بقوا اصحاب ملك وجرى في الجامع كل الناس بتشهد ابوي جرى لغايه ما طلعوا شهاده البحث للمسجد حق المقرن وكان بالعون الزاد بيمشي يلقط حتى لما نمشي الحج ولا العمره بيجيب من هناك المصاحف بيمشي يوري ناس الغاب برا يقول عندنا مسجد دارين ناسسه بيجيب المصاحف بيجيب السجاجات